هذا يسأل عن مسألة، يعني يقول إن اليوم يوم نزل المطر فيه ناس يغتسلون من ماء الميزاب، ميزاب الكعبة، تبركون به. ما هذا، ما له أصل، يعني ما له دليل، ما له دليل إن ماء الكعبة يتبرك به. لكن المطر من حيثه، حتى لو ما هو من الكعبة، المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أوله ويترك المطر ينزل على جسمه عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه ماء مبارك وإنه حديث عهد بربه. فلا شك التبرك بالمطر طيب، ما هو بلازم إنه يكون من الكعبة، من السماء، نزوله من السماء فيه بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.